ممتازة تصل ناحية الناحية اليسرى إيغوي وهدف أول، هدف أول مع حارس المرمى روي باتريسيو ويضعها في قلب المرمى تماما، هدف أول ريال مدريد يأتي في الدقيقة 15 بعد ربع ساعة. أخذ فريق نادي ريال مدريد ربع ساعة لإحراز الهدف الأول في مرمى لشبونة وهدف روبن. روبن يحاول يتقدم، روبن من الناحية اليسرى يحاول التسديد، تسديد بكرة أرضية أروين روبن، هذا روبن الهولندي، والتسديدة من على زاوية أيضا وعلى يسار حارس المرمى باتريسيو، والهدف الثاني للريال يأتي في الدقيقة 19. هدفان متتاليان، هدفان أيضا فيهم تسديد للقوة وتسديد للحماس وتسديد إيغوين. الله، هدف ثالث للريال، هدف في الدقيقة 24. لاعبي خط المنتصف والدفاع في فريق نادي سبورتنج لشبونة، وتعود إلى إيغوين. إيغوين اللي يضعها أيضا، هي فاتت عليه بالتسجيل أو بالتسديد باليمين لكن لم تفت عليه باليسرى، واليسرى الرائعة الذهبية تحرز في مرمى لشبونة هدفا ثالثا. المحاولة ما تزال موجودة للتسديد والكرة في المرمى، هدف أول، هدف أول للشبونة، تسديدة من إسماعيلوف وهدف أول لصالح فريق نادي لشبونة. شوف المرور من أمام جاكو والتسديدة إلى المرمى، والهدف الأول كان ينتظرها دوديك ولكن نتابع مرة أخرى وكأنها اصطدمت. دوديك ابتعدت عن المكان اللي ممكن تكون فيه بعد اصطدامها. أمامه روي باتريسيو، راول في المرمى، راول مع الدقيقة 40 يؤكد ظلمه أرجونيس ما أخذوا معاه في يورو 2008، لكنه ظل أيضا عندما قال راموس. راموس العرضية هناك للتسديد وكرة تصطدم وتسجل في المرمى، هدف خامس للريال المدريديين والكرة في المرمى. شوف كرة سيرخيو راموس، عرضية كانت لرافائيل فاندر فات اللي حاول لعب كرة عرضية تصطدم في الدفاع وتغالط حارس المرمى روي باتريسيو، والهدف الخامس. أنه مطلب مهم هنا، ملعوبة الكرة لسبورتنج والتسديد، هدف ثاني جميل، هدف ثاني جميل لسبورتنج، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، كانت من الناحية اليسرى، العرضية اتلعبت لهيدلر بوستيغا، بوستيغا استلم ومر ومرر ناحية ديالو والكرة في المرمى، مر من لاعب ميغيل توريس وامام كانافارو وحصد بشري فيلوسو ينجح، فيلوسو في الدقيقة الأخيرة يحرز الدولي البرتغالي الهدف الثالث، تمر على يمين الحارس يوردي كودينا، هدف ثالث لسبورتنج لشبونة، كرة خادع فيها أيضا اللاعب ميغيل لويس فيلوسو، حائط الصد الموجود والكرة على يمين الحارس يوردي كودينا، هدفا ثالثا لسبورتنج لشبونة، هدف ثالث يرفع